قال: وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع. لما قال في مال أبيه؟ لما ذكر الأب مال الأب؟ طب ما ذكر مال السيد؟ طب مال الأب لما؟ لأن الأصل في الابن أول ما يفكر بالعمل مع والده ونصرة والده. وأغرب قصص نسمعها في هذا الزمان ابنه يدرس ويتخرج ثم إذا به وين؟ في الإمارات. الأخ وين رايح؟ أنا كبرت أريد من يساعدني. لا يا أبا الله أنت حق عليك أنك ما تجوزتش إلا واحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأول شيء الابن يبقى مع أبيه. اثنين أن الأب لا يستأمن مثل ابنه، مع أنه بجوز يكون نصاب الابن اختلفناش، لكن أكثر شيء يستأمنه من؟ الابن. ثلاث، وين انتوا عايشين؟ ثلاث، أن الأب لا يجد في نفسه أحرص من ابنه على ماله. لما؟ لسببين. واحد ألف، أن هذا المال راجع لك والعمود ترزني. اثنين، با أنك أصلا تأكل وتشرب من هذا المال، مش ساكن في البيت أنت ماكل شارب نايم ببلاش. فلا بد من الحرص على هذا المال أكثر من غيرك. رابعا أو ثالثا أنه يسهل على الابن السرقة دون أن يعلم أبوه. كيف بده يعلم؟ فأمنك على الجرار وعلى الكاش فتناول. وجاءني أحدهم وقال: يا شيخ أنا أبي استأمنني وسرقته، وكنت أسرق مال والدي ووالدي لا يعلم، وتبت إلى الله، فماذا أفعل؟ قلت: كما سرقتها تعيدها من غير علمه. مش أنت الساد قائم على المال؟ نعم. قلت: أيضا ترجعها كما سرقتها، مش لك راتب؟ نعم، ترجع من الراتب في المال ولو بالأقساط. فإذا والله حديث إنه يحتاج مننا درسين، لكننا مضطرين. أن قال: وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من الفوائد والأحكام قال الشيخ ابن عثيمين: وهو يدل على أن الإنسان يتحمل عبئا ثقيلا بالنسبة إلى أهله، وأن المرأة كذلك. يا من تسمعي درسنا من الأخوات، لا تظني أن هذا الكلام فقط موجه لمن؟ للرجال. هو أيضا موجه إليك، وليس عذرا لك الغسيل والجلي والمسح أن تقومي على تربية أولادك أو أن تأمريهم بالمعروف وتنهيهم عن المنكر.